لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جدد مع كأس إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة حاليا في المملكة المغربية، وصلنا إلى مرحلة نصف النهائي قبل حين. منتخب مصر هو الطرف الأول في نهائي كأس إفريقيا، منتخب مصر الذي تأهل رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2000. بلال 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 خنوص العرضية الراسية، ممتاز ممتاز هذه العملية الهجومية من الجهة اليسرى، ودائما التفاهم والانسجام الكبير لنا قوة المنتخب المغربي في هذا المنسوب العالي من التفاهم. وأربعة علاء بالعروش، علاء بالعروش بعد ردة فعل داخل منطقة الجزاء، زلزولي العرضية بحثا عن يانيس بقراوي، لكن أقرب إلى سيسي، أقرب إلى الكرة لأيوب العمراوي، العمراوي لازالت مغربية. حبذا لو المنتخب المغربي أقلع في منتصف الميدان الصباري، يلعب الزلزولي فالاختراق ممكن، ولكن أقرب إليها المدافع. فنية من أروع ما يكون، لعبت بلمسات بفنيات، واحد 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 صفر. هنا تفوق للمنتخب المغربي، سيشاهد الإعادة من جديد. جملة تكتيكية، جملة فنية من أروع ما يكون. هنا تمينا بالجول الأول، شوف واحد الدير ممتازة، الوحيدي وحده في الجهة اليمنى، السيباري للسلام، هكذا يتقدم وهكذا يمرر بين السيباري والخنوس، والكرة بوم في الشباك، 1-0 الجهة اليمنى مباشرة إلى تمس. على ما يبدو في إصابة للسيباري، كان في التحام في إحدى الكرات. مشاهدين بين سونغاري والدفاع يتدخل، الدفاع يبعد ديال يقطع وصلت عن جيل يسرى، وعلاء بالعروش يتفادى الركنية، ممتاز على زالت مغربية. هنا يانيس شوت، يانيس كان قريب جدا من الهدف الثاني، لولا تألق الحارس. زلزولي حاول استرجاع مرة أخرى في خطأ، يقول الحكم الغابوني هل كان في خطأ بالفعل، ولو أن الزلزولي بلال خنوس، بلال في سقوط أحد اللاعبين، وسقوط ثاني هذه المرة لبلال الخنوس، وبالتالي أيوب الملاحظة على أيوب أنه يعيد كرات كثيرة إلى المالي. سونغاري بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفيصل، يتقدم الزلزولي العرضية، الزلزولي انتظر تقدم بقراوي، لماذا توقف الزلزولي؟ لأنه هنا رفع عينه لم يشاهد أي أحد. جيوموندي العرضية لحسن الحظ وحده من دون رقابة، جيوموندي وعلاء، يا علاء برافو، هذا التصدي الأبرز لعلاء. أن المغرب لديه مواهب ولديه أسماء ولديه كذلك ميزة الأرض والجمهور، ولكن لا ننسى بأن ماري أيضا جيد ضروري. في خطأ ارتكبه أمير ريشاردسون، يتلقى البطاقة الصفراء على هذه صعبة، عالية جدا إلى ضربة مرمى. سونغاري سدد مرة أخرى، لكن عالية لحسن الحظ أن سونغاري لا يركز لا في الضربة. رجعت الكرة مالية، شوف الماليين بدأوا الشوط الثاني بقوة، التسديدة ولكنها مرت عالية، التسديدة والكرة مرت عالية من سونغاري، فرصتان في ظرف دقيقتين. وهل يرفع الكرة العمراوي؟ عرضية بعيدة العمراوي، يخرج على لازالت خطيرة. بلال الخنوس يعود، برافو بلال في التغطية، وصلت للسيباري، السيباري مر، لكن واضح تأثر السيباري بالإصابة. ريشاردسون رجعت مالية، تسديدة وركنية، لمست أحد اللاعبين وركنية، لحظات عصيبة وعصيبة جدا يمر من دفاع المنتخب المغربي. يلعب ديال الكرة العرضية الراسية، يا ستار استر على كرة صعبة من اللاعب سيسي، لأن قلت لكم الكرات الآلية يتفوق فيها اللاعبين. الخنوس سددها، وقول الزلزولي كانت عنده فرصة ذهبية من أجل تسجيل الهدف الثاني، وحدك يا الزلزولي جهة اليسرى، هذه صعبة
التعادل، والتعادل عن طريق اللاعب الجامبو. جامبو يسجل بعد أخطاء متكررة من وسط الميدان ومن خط الدفاع. هو جامبو يسجل هدف التعادل. قلت ولو تتذكرون المنتخب المغربي إذا يواصل اللعب بهذا الشكل سيتقبل هدف. لا يمكن المنتخب المغربي أن يتراجع بهذا الشكل بهذا السبب. ناحية اللعب هنا أمير، في خطأ في حق اللاعب أسامة العزوزي. الحكم يجب أن يكون صارم أكثر مع اللاعبين الماليين لأنه لاعبين عنيفين. زلزولي، برافو، مر من الأول، مر من الثاني، دخل الزلزولي، وصلت إلى الحارس دياكيتي. البحث عن الخطورة من خلال الحل الفردي. الزلزولي، مر الزلزولي، ارفع الزلزولي، حمزة يجمان، في خطأ يا حمزة، في خطأ عليك يا حمزة يا إجماع، لكن لمسة فنية جميلة من حمزة. مشي لأيوب العمراوي، انسل العمراوي، العمراوي يرفع كرة، دايما عرضيات العمراوي، كرة الهدف الثاني. هذه الإعادة، هنا الخطورة المالية، وهنا حارس المرمى. الزلزولي يدخل، الزلزولي يراوغ، الزلزولي لا زالت عند الزلزولي، يرفع كرة والحاضر مع سونغاري. سونغاري العرضية على قبل وصول اللاعب ديارة على بلعرو. الزلزولي دخل، الزلزولي رابع، ولا زالت مغربية. في خطأ لفائدة المنتخب المصطهى. يونس يرفع في القائمة الثانية، هي جول، هي جول، هي جول. الوزاني، الوزاني ثاني، والكابوني لوري آخر، الكابوني لوري آخر. الوزاني في انتظار الخبر السار. يا بيير يا أتشو، نعم يحتسب الهدف، يحتسب الهدف. والوزاني العاصفة بدأت الآن، العاصفة المالية بدأت الآن على دفاعات المنتخب المغربي. هناك لوحده من دون رقابة، كيف تورك ديالو عن عناصر المنتخب المالي. كمية صعبة، كمية صعبة، هدف التعادل عن طريق اللاعب مايكا. كيف تركت لهم الحرية الكاملة، كيف ترك لهم المجال يسجلوا بهذه الطريقة. ردة فعل الماليين كانت سريعة جدا على هدف اللاعب. فوق الساحة المستديرة للحارسين على متعة هذه ليلة الامتاع، للساعين لرغبة، الليلة تلبى الرغبات، للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع، للحارسين على انتماء، هذه لم يتمكن من الكرة ولم يسيطر عليها كما يجب، لذلك التسديدة كانت تقريبا ضعيفة وبعيدة وضايعة. بالفعل كان متسد. الفرصة الرائعة الآن، كرة في منطقة الجزاء ممكن الاستفادة منها. الفرصة الرائعة الآن، ما غير خوف، الكورة بعيدة برشا على المرمى. أظن عبد الله هذا اللاعب معروف عنه التسديدات الصاروخية،